صباح الصحة والعافية، صباح لا فيتامين سي. إن شاء الله عليكم. أنا اليوم الصباح قررت كنت نبدأ ندير اون بتيت فيديو بور اون غوسيت، انفان بور اون كونفيتور تري كوني ويحبوها الناس بزاف. دو توت فاسون قررت نخرج شوية، صح نخرج شوية من الضغوطات هذيك، شوية السياسية ولا فنهربوا شويه منها، نلقاو شويه راحتنا بالطريقه هذه. دو توت فاسون نقول لكم بور لا بروميير فيديو هذه ما تلومونيش، سي ان اسي اون تو لي كا، ونحب التعليق من عندكم ان شاء الله. شوفوا اليوم قررت قلت ندير لا كونفيتور تاع البرتقال. البرتقال سي ان فروي تري 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 مليح بزاف للصحه تاعنا، ومليح سورتو في لا بيريود تاع الشتاء، بلان دو فيتامين سي، يتاكي الزضرة سورتو هاد ليامات بوغ لا غريب، هادو لي غريب، هادو بلوزيغ نوع تاع لي غريب، دونك مليح لينا ولولادنا ولعايلتنا. نستعملو تسمى حنا لهنا في الشرق الجزائري عندنا لا كونفيتور هادي فطرية، شاك فصل كاين دي فخوي لي فيه سبيسيالمون نديرو منهم دي كونفيتور، نديرو منهم دي كومبوت. المهم حاجة مليحة بزاف واقتصادية. دونك اليوم نبداو بهذه لا كونفيتور تاع لورانج. من بعد ما نجيبو لورانج نغسلوها نيتوايها، كوا على بالكم هذه حاجه معروفه عند الناس بكل. من بعد ما نغسلوها نشفوها ونحيو لها جوست هذا لو زيست هذا الفوقاني هكا بالعقيله برك، بالعقيله برك، ما ندخلوش الداخل خلاص، هكا تبقى هذيك تبقى خشينه من الوحده تاع اللحمه هذيك تجي من فوق. نحطوها تفور في البرمه والكسكاس، تفور نغطيوها من فوق نخليوها تفور، كي نحطوها بها تفور نحطوها حب حب ونغطيوها باه نربحو الوقت، تفور ليه تفور بسرعه. من بعد ما تفور نحيوها ونحطوها تبرد شويه باه تحكم روحها، والماء هذاك تاعها نحتفظو به نخليوه لي تفور فوقو، بيسك هذاك هو اللي نوليو راح نطيبو فيه الرغدة تاعنا. انا لا كونفيتور ما نوزنهاش وما نستعملش لي سكر فيها كيما العاده كيما يديروا الكيله بالكيله، نو انا الكيله ندير منها كيلو، ندير فيها كيلو غير ربع سكر. دونك من بعد ما هذيك البرتقال تاعنا فار وهذه نحطوه ونقصوه هكذا، نقصوه دي بتي دي ها دي بتي دي ها هكا، قصوه دي بتي دي. تحبوا تقصوا صغار وتحبوا كبار كيما تحبوا، اللي يحب يقصها صغيره ولا اللي يحب يقصها كبيره نورمال. كي تقصوها هكا واش وين تحطوها؟ تحطوها في كسكاس زيت تقطر، اي زيت تطلق الماء بزاف باسكو فيها بزاف الماء، نخليوها تقطر اون ان طون. نحطوا العقده تاعنا طيب من بعد ما نكيلو باغزومبل، حتى ولو ما عندكمش ميزان نورمال تهزوا البرتقال تاعكم تحطوه في غميقه هكذا، غميقه تشوفوا الغميقه وين وصلت، وتنحيو قدر هكذا قدر ربع تاع نو مش ربع نو نص انفان، تنحيو لا لو كار لو كار منها تاع السكر، ما ديروش السكر بكل. كي الغميقه اللي تكيلو فيها البرتقال تينا كي تعود مقصوصه نفسها اللي تكيلو فيها بعد لو سكر، بصح تنحيو من الغميقه قدر ربع باسكو تجي حلوه بزاف ومش مليحه. ودركا في الوقت اللي انا فيه تنمو لي مالادي قوا بزاف وهذيك وهذيك، نقصوا على قد ما نقصوا السكر نلقاو راحتنا. نحطوا العقده تاعنا الطيب في الماء هذاك اللي فارت فوق البرتقال، هاو هنا نحطوه يطيب، بعد ما تحطوه في تاوه ولا ما في البرمه بعد اللي فارت فيها، كي تما هو يعقد هذاك الماء يعقد، هو على قد ما يعقد نتوما واش ديروا اشاك فوا تروحوا للغميقه اللي حطيتوا فيها البرتقال تاعكم يقطر، وتعاودوا تحطوه في هذيك العقده باه ما تضيعوش، باه ما تبقاوش تزيدوا ما ولا بقاو زيدوا برك في في لو جو تاع تاع لورانج، زيدوها اشاك فوا زيدوا على قد ما طيب، وانتوما تزيدوا كي يعقد فريمون يعقد يولي كيما العسل، كيما العسل كي يولي كيما العسل واش ديروا نتوما؟ تهزوا البرتقال تاعكم وتحطوه، راح تزيد تطلق الماء. علاه انا نقول لكم عقدوه مليح، انا جو بريسيز تري تري بيان، خليو العقده طيب تولي عسل فريمون عاقد، فريمون عاقد، وابتي فو دو بريفيرونس مع الاخر نقصوا الغاز باه ما تتحرقش. من بعد كي تحطوا فيها لورانج تاعكم تعاودي يطلق الماء،
دي جوست جوست تخليوها تهز الغليه بوندون 5 مينوت حتى 10 مينوت كي تعود على نار هاديه نورمال اي ما قدر تسمى تغلي زوج خطرات ولا ثلاثه سا سوفي كي تغلي وتبرد انا ما نستعملش الورد مع لورانج باسكو حنا لي كونفيتور هنا في الشرق الجزائري سورتو ا كونستانتين نستعملوا لو دغاز نستعملوا بزاف الماء تاع الورد في لا كونفيتور بصح انا pour le garder le goût تاع لورانج je préfère يكون الزهر مع مع لورانج يخرج لي افضل من الورد دونك نحط كي يبرد لا كونفيتور تاعنا تشوها بردت هزو ديروا قدر هكا فنجان تاع ما زهر فنجان ولا هكذا فنجان بزاف سا سوفي حركوها جوست وخليوها تبرد مي كي تجيو تخبيو لا كونفيتور من بعد ما تبرد وتخليوها تبرد كاريمون كي تبرد كي تجيو تخبيو لا كونفيتور تاعكم انا ننصحكم دائما في كيما نقولوا حنا في البلاره تاع السجاج ما تحطوش في البلاستيك جامي 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 في بلاره السجاج وتقفلوها مليح 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 لازم تسمى القفال تاعها هذاك يكون فريمون لاش تديروا تشوفوا هكذا الطرف تاع الطوبي هكذا نظيف فريمون تحطوه هو الاول وسيري هذيك الخطا تاعو تشبحوه مليح في البلاله وتحطوها في الفريغو تاعكم بصح كاينه حاجه اخرى اون كا درتو عاد عندكم بزاف لورانج وحبيتو تخبيو لورانج تاعكم حبيتو تخبي لا كونفيتور تاعكم عندكم مثلا فرح نهار اخر في الصيف عندكم مناسبه دونك فو بوفي غاردي في الكونجيلاتور لا كونفيتور تاعكم وانا ناكد لكم باللي تبقى هي بويسك على بالي وما الفان ندير هكا تخبيوها في الكونجيلاتور في بلاره تاع بلاستيك في حاجه تاع بلاستيك تقفلوها مليح ما تزيدوش الدورة ديالها حتى توصل عندكم المناسبة هذه بربي ان شاء الله دو توت فاسون نقول لكم سي ما بروميير فيديو ما تلومونيش انا راح نعطيكم تسمى دي غوسيت هكذا تاع الشرق الجزائري افيك لو طون بربي ان شاء الله و تري تري افيكاس و تري ايكونوميك وحوايج بزاف ان شاء الله اللي ينفعوا العائله الجزائريه باذن الله باذن الله ليسونسيال نستنى منكم تعليقات بيسك سي ما بروميير فيديو نستنى بزاف بزاف تعليقات من عندكم هيا نخليكم نقول لكم بون جورني وربي يعاونكم ان شاء الله وصحه ليكم كي ديروا هاد لا كونفيتور علي اونفوار